أخواتي، شو اشتقت لأخوالك، اشتقت للكل. نافذة الافتراض هذه هي السلوى لأم نصار في إخماد لظى غربة قصرية عن ذويها تجاوزت العقدين من الزمان. أنا همي الوحيد إني شوفك بس، أهم شيء. فقدت خلالها الأم والأب، وحرمت من مرأة ابنتها وولدين من أبنائها لسبب واحد، هو كونها فلسطينية مجردة من حقها بالتعريف والمواطنة. هلا بدي روح إن شاء الله على الاعتصام، وإن شاء الله بيكون خير يا رب. لتحمل ما تبقى لها من أوراق تذكرها بفلسطينيتها، متجهة صوب اعتصام نفذه حملة الجوازات المصفرة بغزة أمام دائرة شؤون اللاجئين. معنا يعني من جميع الجهات، وأكثر شيء الضنا، خايفة موت وما أشوف بنتي، كله هذا بنستغني عنه، بس إني انحرم شوفتها هاي صعبة، هاي حرقتني حرق. فحين تغيب هوية المواطنة يصير الوطن فخاً لأبنائه، وهذا ما عايشه آلاف الفلسطينيين ممن لا يحملون رقماً وطنياً. فهنا زوج ينوب عن زوجته المريضة والتي ضاعف الاحتجاز داخل غزة من وطأة مرضها، والتهمة حمل جواز سفر فلسطيني مصفر. ما عندها أي هوية، ما عندها أي إثبات شخصية، قاعدة في الدار لا عارفة تطلع، زي ما قلت لكم بدأت تطلع تتعالج مش عارفة، بدأت تطلع تجدد لقامة راحت لقامة. ولأن المحاولة هي نافذة أمل 2000 من حملة الجوازات المصفرة غير الحاصلين على هوية التعريف، فقد حمل العشرات من المعتصمين رسائلهم متجهين لرئيس دائرة شؤون اللاجئين. حضرتكم ليش تصدروا جواز بما أنه ممنوع؟ متسائلين عن جدوى امتلاكهم لجواز سفر معطل الفعالية. هذا الموضوع عند أخوتنا في جمهورية مصر العربية الذين يبذلون جهد رائع في فك الحصار عن قطاع غزة. نناشد أن يأخذوا بعين الاعتبار السماح لهؤلاء بالسفر إلى خارج الوطن. جواز مصفر أصدر لتسهيل السفر الخارجي للفلسطينيين ممن لا يحملون رقما وطنيا، صار بما فيه حبرا على ورق، هكذا عبر اللاجئون هنا مذكرين العالم بأنهم فلسطينيون سلبت منهم هويتهم قسرا. في انتظار ما لا يأتي يتجرع الفلسطينيون من حملة الجوازات المصفرة وفاقدي الرقم الوطني مرارة تشتيت شملهم وعائلاتهم ضمن أزمة ظاهرها حركة محتجزة وجوهرها تعرية آلاف الفلسطينيين من هويتهم وانتمائهم الفلسطيني الأصيل. روان السوراني، الغد، غزة، فلسطين.